هذه هي الحلوه. من بعد اللي زينتها درت لها شي شويه ديال اللوز في الجناب ودرت لها الفريز، وكل واحد يزين كيما بغى بداك الشكل اللي بغى. وان شاء الله تجربوها نتوما بخير وعلى خير بالصحه والهنا ان شاء الله. السلام عليكم مشاهدي الكرام، قناه غداتي كل يوم كنحييكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. اليوم كما راكم تشوفوا عندي هذه الحلوه، بغيت نصاوبها. ما طيبش وسهله للتحضير. عندنا المقادير الفريز ولا اي نوع ديال الديسير تبغيو ديروه. وعندي هاد الحلوه، هاد الحلوه اللي غادي نصاوبها للناس اللي ما كياكلوش السكر، الناس اللي مرض السكر اولا ريجيم اولا اللي ما كيبغيوش السكر. هادي راه ما فيهاش كاع السكر، غادي ندير هاد الحلوه ديال الريجيم. عندي هاد الحلوه، وعندي ربعه ديال دانون هذا اكريمي اللي بلا سكر، بلا سكر. هذا راه كريمي زوين كيجي مزيان. عندي الحليب فاش ندير بعد الحبات ديال الحلوه نرطبهم اللي يجي في الوسط. وعندي الكريم فريش، وعندي لافاني. فاني كيما بغيتو ديروا هذا السائل، بغيتو ديروا الاخر. هادو هما المقادير، وهذا المول اللي يكون يتحل فاش غادي نقاد الحلوه. هادو هما المقادير، عندي الفريز، دانون، الحلوه، الكريم فريش، والفاني، والحليب باش ندير باش نرطب شويه الحلوه اللي تجي في قلب ديال هذا تاع مع الكريم. غادي نقاد هاد الحلوه في المول. ندير هكا حتى ندورها ونزيد نعمر هاد الفراغات. لقينا هاد المول درنا فيه هكا الكاطو، دابا غادي نخدمو هاديك الكريم فريش. الكريم فريش يكون بارد مزيان في التلاجة، ديرو في الموضع اللي يبرد بزاف. كريم غادي نزيدو هاد دانون، نزيد جوج، وغادي نزيد هاد زوج. غادي نخدم هاد، ندير شويه الفاني، وغادي نخدم هاد الخليط مع بعضياته. الكريم فريش هذا هو راه تقال، كتشوف كي راه داير صافي، ما نزيدولوش غير كي نشوفوها هكا تقل نحبسو هذا الدابا. غادي نحتاجو لشوية ديال الحليب اولا عصير ديال هذاك الفاكهة اللي تكونوا دايرين، هذيك قرين الفريز تقدروا دوروا شويه في الميكسر، وفيه ديروا هذا الكاطو اللي ما بغاش يدير في الحليب، هذا البسكوي هذا. كنشدو كتشوفوا هاد الكريمه كي جات، راه جات زوينه. غادي نديروها هي الاولى هنا، بسم الله.
تنعمرو كاع الفراغات. دابا انا قطعت هذا الفريز هكذا باش يجيني ساهل. قطعته هكا صغير باش يجيني ساهل، باش ملي نكون نقطعو يجي ساهل التقطيع. دابا غادي ندير واحد هاد الحلوة، غير شوية نقيسها هكا في الحليب، ما نديرهاش بزاف في الحليب باش ما تجيش بزاف جارية. ما تعجنليش كيقولوا في الحلوة، غير شوية هكا لان ما غتجي فوق منها الكريمة. غير هكذا، غير نقيسو هكذا. دابا غادي نزيد الكريمه. انا غادي ندير غير جوج طبقات، اللي بغى يدير كثر يدير كثر. غير الطبقه الاولى والزوجه، شحال ما بغيتو تعليوها تزيدو ديروا الكريمه، ديروا هكاك هذا البسكوي وديروا الفروي وتعاوتاني ديروا طبقه عاوتاني. شحال ما بغيتو ديروا من طبقه تقدروا ديروا. هادي الناس اللي ما كياكلوش ما كينصيبوش بعدا، اللي ما كيستهلكش السكر ما كيصيبش هاد الحلوه وهذا في لي باتيسري، ما كاينش ما كلشي حلو. هادي تقدروا ديروها في داركم تخليوها تبرد وكتجي زوينه بزاف. تقدروا تاخذوها ديسير، تقدروا تاخذوها مع القهوه، تقدروا. وان شاء الله تجربوها نتوما فرحانين بالصحه والهنا ان شاء الله لجميع الناس، جميع المصنطين اللي راهم يشوفونا ولجميع الناس اجمعين. ان شاء الله بغيو الخير للناس كلهم.
هاد الكريمه راه زوينه، غير داك دانون هذاك ناتور والكريم فريش صحيه مزيانه. زينت هكذا، وانتم كل واحد يزين كيما بغى الشكل اللي بغاه. هذا الفريز كنقطعوه رقيوق باش يجينا التستاف، وانتم ديروا كيما بغيتوا. دابا غادي نخليها في الثلاجه واحد زوج سوايع ولا ثلاثه، ولا غادي نقلي لها التسخ باش يبس لي داك الكريمه مع الحلوه اللي درتها في الجناب. ايوا ان شاء الله تجربوها وانتم بخير وعلى خير بالصحيحه وبالهنا. هذه هي الحلوه اللي صاوبنا، راني زينتها باللوز والفريز، وان شاء الله تجربوها نتوما بخير وعلى خير بالصحه والهنا. وراه ما فيهاش السكر ديال الناس ديال الريجيم، وراها تجي زوينه، تقدروا تاكلوا حتى ياكلوها حتى الناس اللي ما كيديروش الريجيم، راه كتجي المذاق ديالها زوين، ومع هذا البسكوي فيه ديك الطيبه ديال الحلاوه كتجي زوينه. هذا البسكوي ديال الريجيم ديال الناس اللي فيهم السكر. ان شاء الله تجربوا هذه الحلوه، وشي ناس طلبوني باش ندير شي حلوه ديال الناس اللي فيهم السكر، راني درتها طلب واحد السيده، راني درت لها عم هذا، درت هذه الحلوه ان شاء الله تعجبكم وتعجبها حتى هي. الله يعطيكم الصحه ويعطيكم الهنا ان شاء الله.